الحصاد اليومي كنقدموه لكم من قناتكم شوف تي في. اهلا بكم. نسالوا الحصاد بقراءه في العناوين. العثماني يسمح في العطله ورجع للرباط بسبب تحقيق الملكي. الطريق كتقتل سائق شاحنه نواحي مكناس. ولجنه الاستئناف كتصدم ريال مدريد بخصوص كريستيانو رونالدو. وإلى التفاصيل، عاد من جديد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بعد أيام قليلة من بداية عطلته الصيفية في منطقة مشلفن ضواحي مدينة إفران لرئاسة الحكومة يومه الأربعاء، من أجل البدء في استقبال الوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة متوسطة. وقد طلب العثماني حسب ما تناقلته مصادر إعلامية من الوزراء المكلفين بتتبع مشاريع البرنامج اللي تم توقيعه بحضور الملك محمد السادس في أكتوبر من عام 2015. ولشان الاقتصادي، لأن المكتب الوطني لسكك الحديدية اليوم الأربعاء أنه غادي يتم يوم الأحد المقبل تعليق رحلات القطارات بين محطة الدار البيضاء الميناء والدار البيضاء المسافرين وعين سبع لمدة 24 ساعة للقيام بأشغال استثنائية. وأوضح بلاغا للمكتب أنه غادي يتباشر أشغال استثنائية في المفترق السككي للدار البيضاء الرابطة بين محطات كل من الدار البيضاء الميناء والدار البيضاء المسافرين وعين سبع، مبرزا أن هذه الأشغال كتعتبر مرحلة هامة من الأشغال الكبرى اللي غيقوم بإنجازها منذ 7 أشهر على مستوى المفترق السككي للدار البيضاء. أقل من أسبوعين على عيد الأضحى، كاميرا شوف تي في انتقلت الأسواق المغربية ورصدت لكم هذه الأجواء لنتابع. الانواع ديال الغنم اللي كاينه، كاين السردي وهذا كما شفتوا معنا، وكاين البرقي، كاين الدمان، كاين ديال البجعد اللي كيكون وجهها صفر، وكاينه ديال منطقه وجده كتكون حمراء شويه حتى هي. وبالنسبه للسن، باش كتعرف سنان الحليب كيكونوا سنانو صغار ومقادين، كان ثني كيكونوا عنده جوج سنات القدام طالعين شويه، كان رباعي كيكونوا 4، كان سداسي كيكونوا 6. الاثمنه اخويا كاين السردي كيتراوح الثمن ديالو ما بين 48 حتى 51 درهم، على حساب اللي بغى يديه واللي بغى يخليه. بغى يديه كنحسبوا ليه 48، بغى يخليه هنا كنحسبوا ليه 50 51 درهم. وكاين البرقي من 44 درهم حتى 47 درهم. بالنسبه للدمان وبالجعد داكشي ما عندناش هنا، ما كنستعملوش بزاف حيت ما مطلوبينش. سنان الحليب كيكون زايد شويه في الثمن، وكما كاينش فرق بزاف اكثر، حيت سنان الحليب والثني بحال الرباعي والسداسي الناس ما كياخذوش في العيد بزاف، كيكونوا 4 5 الناس في المعدل اللي كياخذوا. اغلى حولي اخويا هذا العام عندنا تقريبا واحد 4500 درهم هو الثمن ديال اغلى حولي، وارخص حولي تقريبا من 1200 درهم. والى هذا الخبر المفجع، لقى شخص مصرعه وهو اصيب اخر بجروح بالغه في حادثه سير وقعت ليله الثلاثاء الاربعاء على طريق السيار بين مدينتي الخميسات ومكناس على مستوى الجماعة القروية جمع الطلبة حسب ما علم لدى السلطات المحلية. الحادث وقع جراء اصطدام شاحنتين من الحجم الكبير كانتا تسيران في اتجاهين معاكسين، مما تسبب بفعل قوة الاصطدام في مصرع سائق احدى الشاحنتين واصابة اخر بجروح. علمت قناة شوف تي في بأن مصالح الدرك الملكي بإقليم الحوز اقلت صباح اليوم رئيس جماعة قروية ينتمي لحزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء. وحسب مصادر شوف تي في، جاء اعتقال المسؤول وهو رئيس الجماعة القروية إيد داوود التابعة لإقليم الحوز إيت أورير متلبسا بالرشوة. لحظات جد مؤثرة بعد وصول جثمان البطل المغربي في المصارعة إلى مطار وجدة من فرنسا لنتابع. أولدي العزيز وبغينا سيدي، حنا جينا من فرنسا وجايبين معنا ولد خويا في الصندوق، كنطلبوا جلالة الملك يعطينا حقنا، حنا ما راحش نطلبوا ماديا ولا كنطلبوا شي يدفن معنا ولا شي حاجه، حنا بغينا ولاد بلادنا يوقفوا معنا.
بغينا المغاربه ديالنا يوقفوا معانا، بغينا رئيس الجهه يوقف معانا. حنايا حنا مهاجرين، حنا رحنا هاجرنا بلادنا وهاجرنا وطننا وهاجرنا اعلامنا. الله والوطن والملك. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. شي كان ما باغي والو، ولكن ولد خويا من حقه يدي حقه، رضوان من حقه يدي حقه. حنا كلنا رضوان وكلنا بوزكو، ولد خويا مات مخدوع، ولد خويا مات مقتول، مات ماتش ملك الله، ما كناش قضاء والقدر. غدرونا خدعونا، دعيناهم لواحد القهار. حنا ما غاش نهزو الشريش باش نقتلهم ولا نديروهم، ولكن كاين الحق، كاين الله معانا ومع والديه، والله يصبرنا ويصبر عائلته ويصبر والديه. وحرقونا شوطونا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن بلادنا خصها تحرك، الوزارة تاعنا خصهم يشوفونا. أنا ولد خويا من حقه، من حقه يدي الوسام ديالو، من حق بلادو تساندو. أب لثلاثة أطفال، ولدو الصغير دار شهر في لوسات أوت لو جوغ دو سونديسي، نهار يكبروا ولاد خويا، نهار يكبروا واش غادي يقولوا وبلادو واش دارت له. حتى هما مغاربة، حتى هما بحقهم يديو حق باهم. أنا هاد النداء كندير نوصلو سيدنا مباشرة، كنوصلو للعدالة. لا حتى هاد الجهة هنايا الجهة الشرقية، حتى واحد ما تحرك، حتى واحد ما بوجا، حتى واحد ما بوسانا. علاش؟ علاش هادي كتقعد فون دانتيغوكاسيون؟ علاش؟ واش حنا ماشي بحقنا؟ حتى حنا مغاربة. الله يستر سيدنا، الله يحفظ بلادنا، والله يسترنا، والله يستر وليداتنا. وعاش الملك. تصريح جد مؤثر. عندما يبكي الرجال جبت مرتي للسبيطار العسكري ديال مكناس، وبعد 4 أيام فقط الطبيب الناس وخلاها ماتت. لنتابع. أنا زوج السيدة اللي توفات في هذا النهار هذا. جبت السيدة ديالي، جبتها هذه أسبوع باش جبتها للمستشفى، دخلتها على حساب المصارن، تقلبوا لها المصارن. جبتها باش يديروا لها عملية باش يقلبوا لها المصارن ديالها. ملي جبتها هما تيديروا لها غير في ليباري والسيرومات. المهم خلاوها لمدة تقريبا حتى نهار الجمعة، كانت عندهم عطلة سمحوا فيها خلاوها، وكانت عندها حالة مستعجلة. الدكتور اللي كان تبع، الدكتور ساكت هو اللي كان تبعها لأنه عارف عندها الحالة المستعجلة ديالها. نهار الجمعة فاش كان خرجوا الويكاند، خرجوا ما جا الجمعة والسبت والحد، اثنين كان عطلة ما شافها حتى شي حد. نهار الثلاث فاش دخلوا في الصباح زاد عليها الحال، دخلت بالكاش ديالها مفتوشة، تتنفخات ما عرفتش انا واش تنفخات بالسيرومات ولا بليباري ما عرفتش العالم الله. المهم الدكتور ساكت شاف الحال مستعجلة، عيط لواحد الدكتور بناج ما تعرفش السمية ديالو بالضبط، هو اللي عندي المشكل، هو اللي عندي المشكل معاه، مازال لحد الآن ما بغاوش يعطوني السمية ديالو. قال له راه عندي حالة مستعجلة غادي تحضر دابا. تقريبا جا عيطوا له مع شي، عيطوا له مع شي 10 الا ربع. جا داك الدكتور البناج، المهم جا فاش شافو باش تلاقى مع الدكتور ساكت، قال له بانني عندي حالة مستعجلة خصك تشوف ليا شنو كاين. قال له راه الوحدة ونص، انا غادي نعطيك حتى الوحدة ونص ديال الليل خصها تفتح هاد السيدة هادي. قال له غادي دير لها رينيماسيون على ما بغيت ستابيليزي لها هاد لاطونسيو ديالها والقلب ديالها، وغادي ندخلوها للبلوك الوحدة ديال الليل غادي نعطيك. قال له دابا هادي 10 راه غادي يقدك هاد الوقت هادي ان شاء الله باش غادي تكون ان شاء الله حاضرة. فعلا داكشي اللي كان. قبلت انا بديت نلعب للمدام ديالي على البشيشيك ديالها، تنقول لها بان راكي، وخلات لي اون بلوس جوج وليدات، بنيه عندها 7 سنين وليد عنده 11 عام. تنطلب لكم الله يجزاكم بخير هادشي يوصلكم باش هادشي يشوفوا المغرب كامل ولا يشوفوا العالم كامل، يوصل للسلطات، يوصل لمحمد السادس، يوصل لوزاره الصحه، يوصل جميع الحقاش. هادشي اللي تاديت به انا، ما بغيتش واحد اخر يتادى به. ما بغيتش انا واحد يجيب مرته ولا يجيب امه ولا يجيب ولده ويسمح فيه طبيب اخر يخليه يموت بسبب الاهمال الطبي. اون بلوس قبل بعدا ما يشوف هادشي هذا الوحده، انا مرتي مازال مخرجه تضرب في الكولوار، تطلق رجليها، تتهضر وتتكلم عاديه، ما فيها حتى شي حاجه. من هادشي هذا كامل دخلتها عاوتاني لاصال ديالها، جا شافها عاوتاني قال لي واخا وانا غادي نعطيك. قلت له دكتور قال لك الوحده. قال لي نزيدو نصبروا شويه، هو مازال تيبغي لحقاش فوق ما تيجي عندي تيكون خاطف واحد السويه ديال النعاس وتيجي، راه الانسان اللي تيكون ناعس راه تيبان. جا عندي عاوتاني مع جوج،
تقريبا ديك كل جوج الارب لقينا عاوتاني التونسيو ولا طونسيو ديالها والقلب ديالها عاديين. قلنا له دكتور الله يجزيك بخير، المراه راه محروقه بزاف، المصام ديالها راه تيضروها. قلت له الله يجزيك بخير، عيط للطبيب. قال لي ونزيدو نصبروا شويه. قلت له الطبيب دابا انت تتعرف احسن مني، ولكن هادشي راه ما فيه الصبر. انا مزوق فيك هنا، ما عيط للسيد، عيط للطبيب باش يجي يفتح لها، باش اللهم احرق ساعه ولا احرق ساعتين. قال لي واخا وانا غادي نشوف نعاود نولي عندك. صافي من جوج ما عاود شفتو. وليت تنعيط للفرمليه، واحد السيده سميتها واحد الفرمليه سميتها خديجه، وحده سميتها سميه. تنعيط لهاد خديجه تنقول الله يجزيك بخير، راه المراه عندي راه تتوجع بزاف. فاش قلت لها الله يجزيك بخير عيطي للطبيب، قالت لي اخويا ما يمكنليش نعيط له، راه غادي يمشي يدور فيا بهذا المفهوم بهذه اللغه هذه. قالت لي ما يمكنليش نعيط له، راه غيمشي يدور فيا. قلت لها انا واش دابا واش نمشي نقلب عليها انا الطبيب؟ بيتي راه هذه هي الخدمه ديالك انت فرمليه، انت اللي خصك تمشي تقلبي عليه. الدكتور اللي يدير هذا الاهمال هذا ويسمح في سيده عندها حاله مستعجله، والدكتور اللي متبع لها قال له بان حاله مستعجله يسمح فيها ويمشي ينعس، راه ماشي معقول، راه الله من هذا منكر. مشينا شريف تنعيطوا ليه، مشيت تنقلب عليه الربعه ديال الصباح، مشيت تنقلب على الدكتور باش يجي، ما كاينش. المراه ديالي حتى ماتت ليا، مشيت تنقلب وتنجري تنعيط الدكتور، دكتور عاد جي عندي السيد ناعس ناعس ناعس، ماشي فايق، جيب عينيه من فوخي. عاد جبد تيبرك لها على القلب ديالها، طلعوها للانعاش. فاش خلطنا عليهم اسيدي للانعاش، المهم دازت تقريبا شي ساعتين د المكانه، خرج عندي قال لي المراه ديالك ماتت بسكته قلبيه. غير نتوما اي واحد ماشي طبيب اللي ما عندوش علاقه بالطب يفسر هذه السيده دخلات عندها المسار المقلوبين ماتت بسكته قلبيه، نتوما فسروها وانتوما ليكم التعليق. وهذا الشيء راه اللي وقع لي انا، راه يقدر يوقع لواحد فيكم. وانا كما قلت لكم في الاول، هادشي اللي وقع للجوجه ديالي، انا هاد السيد غادي نتابعو قضائيا. فاش مشيت هنا، المهم فاش مشيت ضربت يدي، فاش هبطت لهنايا عندهم المستعجلات قالوا لي انا بغيت نغرجو لك يديك غادي تخلص. انا مرتي ماتت في السبيطار هنايا، وفاش هبطوا لي المستعجلات باش يخيطوا لي قالوا لي خصك تخلص على الخياطه. قلت لهم واش انا مضرور مرتي ماتت غادي نزيد نخلص؟ مشيت في حالاتي دابا راه ما دايرين لي لا دايرين لي غير بيطادين، ما دايرين لي حتى شي حاجه، لا غرز يدي راه مفروعه كلها، راه عندي ضربه هنايا يدي مفروعه من الصبعه مفروعه هنايا خصها الغرز. قالوا لي خصك تخلص باش تغرز. خلات لي اخويا جوج وليدات، عندي وليد عنده حداش عام، والبنيه عندها سبع سنين، مازال ما في خبرهمش كان غادي نوصل لهم هذه القضيه هذه. كان غادي نقول لامكم راه ماتت، اش غادي نقول لكم؟ لا اله الا الله وصافي. انا البنيه فوق ما تنكون خارج الصباح غادي عند مال الطبيب، تنقول لها ماما كان غنمشي غنداويها وغادي نجيبها، وعارفه ماما في الطبيب ما لقيتش لاباكي، نقول لها واش ماماك مسافره؟ واش كي غنقول لها؟ الله وكلت علي الله، الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيه الحق، الله يرحمه. وكلت عليه الله، وكلت عليه الله اخويا، وكلت عليه الله. هرسني دخلت على رجليها اخويا وانا غادي نخرجها في الكفن، جبتها صحيحه صاحبي تنبان السيده تتهضر معايا وتتكلم ما فيها حتى شي حاجه. في الاخر عندي قال لي ما تكتب سكته قلبيه، والسيده دخل على المسار وقال لك سكته قلبيه. ورختمو بالشان الرياضي، رفضت لجنه الاستئناف بالاتحاد الاسباني لكره القدم طلب نادي ريال مدريد الاسباني حول سحب البطاقه الصفراء الثانيه اللي تحصل عليها هداف الميرينغي كريستيانو رونالدو خلال المباراة اللي جمعت ناديه ببرشلونة الإسباني برسم ذهاب كلاسيكو سوبر على أرضية ملعب الكامب نو يوم الأحد المنصرمة. الحصاد اليوم انتهى، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.